اليوم أردنا أن نقف هذه الوقفة مع أسرة الشؤون الدينية لولاية ولا جلال بحضور مشايخها وبحضور أئمتها ومدرسيها ومعلميها ومرشديها في هذا اليوم الوطني اللي في طبعته الثانية. أردنا أن نقاسمهم أولا مجهودهم وننوه بمجهود الإمام في المجتمع خاصة كمرشد كمعلم وك إطار، لأن المسجد هو مؤسسة والإمام عنده دور كبير في المجتمع خاصة في الجانب الاجتماعي والإرشادي والتربوي.